بعد صورة الشقلباز الشهيرة الناس بدأت تشير لي حاجات على السوشيال ميديا عندي على الفيسبوك، منها فيديو نهائي أمم أوروبا بين تركيا وإنجلترا لمبطوري الأطرف. فاتفرجت على الماتش، عجبني جدا، كان بجمهور رهيب. فبدأت الفكرة بقى، الحلم، لأن أنا كان حلمي وأنا صغير إن أنا أبقى لعيب كورة كبير في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. فالحلم اتولد بقى لما شفت إن في رياضة لينا كرة القدم وليها بطولات وليها معارك أوروبية وعالمية. بدأت بقى أتكلم عن الفكرة لغاية لما كونت الفريق اللي حضرتك شايفه ده.